سجل عندك. طويلة نحيفة، عيونها زرق وشعرها أشقر. ليكو التانية، شو بدي اتجوزها أنا؟ نقليني الشهادات والمؤهلات اللي معها. ايه فهمت عليك، معها جغرافيا. جغرافيا بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، أي شيء بيمشي الحال، بس خليها تعطيني سنة التخرج ومعدل النجاح والعمري. طيب. ألو سعاد، بدنا سنة التخرج ومعدل النجاح والعمر وشوية معلومات. ايه على عيني، هلا بسألها وبرجع بتصل فيك. شو يعني رح يمشي الحال؟ ايه بيمشي الحال، يلا بانتظار تليفونك. عم قلك فصيح النعيم، بالفعل درس ماكن. اسمعي على الإعلان اللي منزله بالجريدة، اسمعي. تعلن المؤسسة الكبرى للأبحاث الزراعية والتطوير الإنمائي عن حاجتها لتعيين موظفة في قسم العلاقات وسكرتارية تتوفر فيها شروط التالية: أن تكون حاصلة على شهادة إجازة الجغرافيا من جامعة دمشق عام 1996، دورة استثنائية وبمعدل تخرج يبلغ 59.9%، وأن تكون في حوالي 25 من عمرها، وعازبة، تتقن استعمال الكمبيوتر برنامج وورد 95 حصراً، آخر موعد لتقديم الطلب إلى آخره. شفتي على الإعلان شلون مفصل على هيفاء تفصيل؟ فعلاً، ما بقى غير يحط اسمها بالإعلان. لا ومو بس هيك، حاطت آخر موعد بكرة مشان ما حدا يلحق يجهز وراقه ويقدم على المسابقة غير هيفاء. شفت شلون؟ شفت قديش في مفاخيت بالقوانين؟ بدك الصراحة؟ والله كبر بنظري كتير هالنعيم، وبدي صير اعتمد عليه بكل شيء، بالشاردة والواردة. طبعا هيك المفروض. لك شو هاد يا أخي؟ شو التخبيص هاد يا رضوان؟ سيدي هذا المقترح اللي طلبته حضرتك بخصوص الفاكس اللي جانا من الشركة اليابانية. بعرف انه هذا المقترح، بس يا ترى انا هيك طلبت منك؟ عفوا استاذ، انا قلت يا رضوان فهم علي بقى يا اخي، انا طلبت منك اشياء واضحه ومحدده، ما قلت لك اعمل اجتهادات من عقلك. بمعنى اخر، الشركه اليابانيه ابدت استعدادها لتقديم هديه للمؤسسه عباره عن 4 سيارات جبليات من احدث موديل، مزبوط ولا لا؟ مزبوط استاذ. وأنا طلبت منك تقترح نوع السيارات حتى نراسل الشركة اليابانية بهالخصوص، مزبوط ولا لا؟ كمان مزبوط سيدي. امت حضرتك اقترحت نستبدل السيارات بحفارة للتربة. معك حق سيدي، بس أنا اطلعت على بعض الكتالوجات واكتشفت إنه هي الشركة بتنتج نوع من حفارات التربة نحن بأمس الحاجة إلها. وليش نحن بقى بأمس الحاجة إلها؟ هات لشوف فهمني.